تحتك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يحكى إن أحد اليهود راح يشتري أرض من أحد الفلسطينيين، فالفلسطيني قال له خلاص تحت أمرك، عايز تدفع فيها كام؟ قال له كذا، قال له أنا موافق، بس أبويا قبل ما يموت قال لي يا ابني الأرض دهيت ملكك انت ومليار وربعمائة مليون مسلم، لو حد جه يشتريها منك لازم تجيب موافقة المليار وربعمائة مليون مسلم الاول قبل ما تبيعها، لانها مش ملكك لوحدك. يا جماعة عايزين صمود في هذه الايام، احنا بنتكلم دلوقتي والقصف الوقتي على اشده، القصف اليهودي على اخواننا في غزة على اشده للأسف الشديد، واحنا بنتكلم طفلة عندها سنتين ماتت في القصف امبارح، ابوها شايلها قدام الشاشات وبيقول دي ارهابية، دي ارهابية، هي دي قتلوها ليه؟ دي بأي ذنب قتلت؟ دي لما تيجي يوم القيامة في رقبة اليهود وفي رقبة العرب المتخاذلين للأسف. قال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ما حدش يقدر يطفي نار حروب اليهود إلا الله سبحانه وتعالى. يا إخواني في الله، عايزين سؤال الأول في أول حلقة الليلة، سؤال خلاص ضاعت، خلاص انتهت، خلاص راحت، خلاص الصورة بقت سودة ومش هتنور تاني، خلاص يا جماعة، يا جماعة احنا لو بصينا للحسابات الأرضية خلاص غزة ضاعت، غزة ضاعت من المسلمين، غزة هتبان. ولكن لو نظرنا لقدرة الملك الجليل، وهذه المشكلة اللي حصلت لما عزير مر على الأرض الخاوية على عروشها اللي كلها ميتة، قال أن إزاي هينفع، إزاي أن يحيي هذه الجثث دي الله بعد موتها؟ هو عزير قال أن إزاي؟ عزير استغرب ليه؟ عزير اتعجب ليه رغم أنه مؤمن؟ لأنه قال هذه قبل ما يقول الله، لأنه بص للجثث المشكلة قبل ما يبص للحل من السماء، لأنه بص للمشكلة قبل ما يبص لقدرة الله، فقال أن احنا يا جماعة عايزين ننظر لقدرة الله في المشكلة اللي احنا فيها، عايزين نحسبها صح، سيبكم من الحسابات بتاعت القوى العالمية والكلام ده كله، عايزين نحسبها صح عشان نبقى من فرسان الأقصى، عايزين يبقى عندنا أمل في الله. بكرة عاشوراء، بكرة عاشوراء يا أمة محمد، وأنا ببحث في عاشوراء أنا بهرت والله العظيم يا جماعة، أصابني انبهار رهيب وأنا ببص في البخاري ومسلم إن ده اليوم اللي شق فيه البحر الموسى، ده اليوم اللي أهلك فيه فرعون وغرق فيه فرعون، سيدنا علي بن أبي طالب يقول لك ده اليوم اللي ربنا كشف فيه العذاب عن قوم يونس، سيدنا ابن عباس وسعيد بن جبير يقول لك ده كان يوم الزينة اللي موسى انتصر على الصحراء فيه، اللي اتقطم ظهر فرعون فيه، اللي اتكسر واتذل فرعون قدام العالم كله فيه، سيدنا مقاتل يقول لك ده اليوم اللي ربنا تاب على سيدنا آدم فيه، في البخاري ان اليوم اللي ربنا اصطفاه من السنة كلها عشان كان يبقى فرض صيامه على الأمة قبل ما يتنزل فرضية صيام رمضان هو كان يوم عاشوراء، عاشوراء كان الفرض قبل رمضان، كان الفرض من دون ايام السنة كلها. حسيت يا جماعة والله العظيم ان انا قدام اليوم اللي اتشقي فيه البحر، اللي غرق فيه الطواغيت، اللي نجى فيه اولياءه زي سيدنا نوح، اللي تاب فيه على ادم، اللي كشف فيه العذاب عن قوم يونس، اليوم اللي يعقوب بشر فيه بعودة سيدنا يوسف ونجاته، يوم كله ايه يا رب؟ قد ايه ربنا عظيم؟ قد ايه ربنا جليل؟ قد ايه ربنا قدير؟ حسيت يا جماعة ان عاشوراء ده زلزال، زلزال ربنا جعله لنا في الامة يزلزل مشاعر الامة تجاه قدرة الله، والله العظيم حسيت ان عاشوراء ده، طب ليه يا رب ما شقتش البحر في شهر ونجيت نوح في شهر وتبت على ادم في شهر، ليه كله في يوم واحد؟ عشان ربنا يعرفنا يعني ايه واذكرهم بايام الله، يعني ايه عاشوراء؟ يعني ايه ايام الله؟ الايام اللي تجلت فيها قدرة الله وعظمة الله. اليوم بتاع بكرة ده يا جماعة يوم معجزات طول التاريخ، يوم كرامات وعطاءات وفتوحات ونصرة طول التاريخ. فعشر ذي الحجة اتكلمنا انها كانت ايام عبادة، عشر محرم دي ايام فتح من الله وايام نصرة من الله سبحانه وتعالى. قلت ياه لسه شاكين في قدرة ربنا على نصر الامة، لسه شاك في قدرة ربنا انه يحللك مشاكل حياتك، لسه شاكك في طريق ربنا انه احسن طريق واحسن اختيار ومفيش اختيار غيره، لسه شاكين يا جماعة ان الاسلام هو طريقنا وهو نصرنا وهو عزنا. حدث في مثل هذا اليوم، ركزوا معايا يا جماعة، ركزوا معايا يا امة محمد، حدث في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم حدث في عاشوراء، حدث في ايام سيدنا موسى، ان في يوم من الايام لما ربنا امر سيدنا موسى ان ياخد بني اسرائيل ويخرج عند البحر، والقران خلد الموقف ده في سوره الشعراء يوم عاشوراء الساعه 7 الصبح تحديدا، يعني بكره الساعه 7 الصبح، فلما تراء الجمعان سيدنا موسى خد البني اسرائيل وخرجوا قدام البحر مستنيين هنعمل ايه، ما يعرفوش ولا موسى يعرف عليه السلام، بدا فرعون ارسل في المدائن حاشرين في كل المدن المصريه يحشروا الناس، ان هؤلاء لشرذمه قليلون، شويه الشرذمه المتطرفين دول، وانهم لنا لغائظون، الناس اللي خرجت علينا
علينا المتطرفين لازم نبدهم. يخرج الجيوش المصرية والشعب للأسف الشديد في أوقات عبودية الوثنية يخرجوا. فلما تراء الجمعان، لما مش جيش موسى شاف فرعون، لا، لما الجيشين بقوا مكشوفين لبعض يا جماعة، لما خلاص احنا واقفين عزل ومستنين مش عارفين نعمل ايه، ولقينا جيش رهيب أقوياء بالسيوف بتاعتهم بتبرق زي الرعد في نور الشمس، اتبعوهم مشرقين، انت متخيل معايا؟ فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى خلاص انا لمدركون، ضاعت، زي ما ناس الوقت بتقول ضاعت، انتهت الامة دي، بتنتهي، غزة راحت، الحسابات الدنيوية بيها خلاص، موسى ضاع، بني اسرائيل ضاعوا، الحق هينتهي في هذا الجيل من على وجه الارض. قال كلا ابدا، لا يمكن، ثقة في الله رهيبة رسخة في قلبه. كلا ليه؟ نفس الكلمة اللي من اكتر من 10 سنين ربنا قالها له، لما قال له ذهب لفرعون قال له خايف يا رب، اخاف ان يقتلوني يا رب، قال كلا فذهب باياتنا. كلا، نفس الكلمة اللي ربنا قالها له اتحفرت في قلب موسى وفضلت في قلبه طول السنين وبعد سنين، قال كلا. ليه يا موسى؟ معاكم بلا نوايا ترميها عليهم؟ لا، معاك يا موسى سيوف توزعها علينا ونذبحهم؟ لا، معاك يا موسى رشاشات واف 16 وأباتشي هنرد عليهم يا موسى؟ لا، امال ايه؟ ان معي ربي، ربنا معايا، ربنا معايا. عايزين يا جماعه يبقى ربنا معانا، يبقى لازم نبقى مع ربنا، لازم الامه تبقى مع ربنا عشان نبقى ربنا معانا. ان معي ربي سيهدين. فوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر، فانفلق البحر، وقف زي جبلين بالظبط والطريق ما بينهم بر. ايه يا رب القدره الرهيبه دي؟ ازاي جنود ربنا يا جماعه؟ ايه يعني اباتشي واف 16 وشويه لعب العيال بتاع اليهود وبتاع العالم ده؟ يا جماعه السماوات مليانه كتائب جنود رهيبه يا جماعه، ده ملك واحد عند ربنا اللي هو نافخ الصور. الانسان اضعف حاجه فيه نفخته، هف، الهف دي اضعف حاجه فيه، النفخه بتاعه الملك دي تقلب الكون كله والسبع سماوات يوم القيامه. ده جند واحد في كتيبه واحده من كتاب الرحمن، العرش الاكبر من الكون ده هو كله شايله اربع ملائكه، يعني اربع جنود بس في جيش الرحمن شايلين عرش الرحمن. سبحان الملك والملك يحمل العرش ومن يحملونه، سبحان الملك الجليل. جبريل يا جماعه له 600 جناح، جناح واحد منهم شال بيه 7 كرة للسماء هبدهم للارض. جناح جبريل الوقت واحنا بنتكلم عند سدره المنتهى ساجد كالحلس البالي من كتر خشيه الله. الملائكه يا جماعه اللي مالئه السماوات دي كلها معانا، قدره ربنا، قدره ربنا. الراجل لما قال لربنا لما جه يموت قال لاولاده اذا انا مت فاحرقوني واطحنوني وارموا شويه في البر وشويه في البحر وزروني في الرياح. فقالوا طب ليه؟ قال لهم لان قدر عليه ربي لا يعذبنني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين. فلما مات قال الله كن فجمع البحر ما فيه والبر ما فيه. ازاي؟ التراب، ربنا مهيمن على ذرات التراب، يعني كل ذره تراب في البحر والبر دي عارفه مكانها في الكبد، ودي مكانها في الكلى، ودي مكانها في العين، ودي مكانها في عروقه، ودي مكانها في ايديه. الله قادر يا جماعه، الله اله جليل وقادر. عايزين نحس بقدره الله. لما سيدنا ابراهيم جه يترمى في النار، يا رب طب الفرج هيجي منين؟ السماء هتمطر على النار ولا سحابه في السماء؟ طب يا رب الفرج هيجي منين؟ طب يا رب الريح هتيجي ولا نسمه هواء؟ طب حد هيطلع ينقذني؟ كله بيهتف ضده. ابراهيم ضاع بحسابات الدنيا، ابراهيم ضاع، ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى ربنا يأمر النار انها تبقى برد وسلام. امه لما شافته طالع من النار قالت له نعم الرب ربك يا ابراهيم، نعم الرب ربكم يا اخواننا في غزة، نعم الرب ربكم، والله هتشوف نصرة ربنا ليكم في مثل هذا اليوم. حدث في مثل هذا اليوم ان ربنا شق البحر لموسى، وفرعون مش كان بيقول انا ربكم الاعلى؟ مس اوطى موتى في الارض، اوطى موتى في اوطى مكان في وجه الارض، محدش مات في الوطو ده. مش كان بيقولوا هذه الانهار تجري من تحت ربنا اجراها من فوقه؟ مش كان فرعون يا جماعه، مش كان فرعون يا اخواني، فرعون ربنا يعني عليه لعنه الله، فرعون مات لقى جبلين ميه نازلين عليه، الرعب قدام جنوده بقى، واتفضح قدام جنوده وهو بيمسك في الطين عايز يمسك في اي حاجه تنجده، وهو جبريل بيحط الطين في بقه عشان ما يقولش لا الا الله، ومنظر الرعب على وشه والسمك بياكل من جسمه. ده ربكم الاعلى اهو، وهم بينتشروا جثته، شوفوا ربكم الاعلى. حدث في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم، في مثل يوم عاشوراء ايام سيدنا موسى، يوم الزينه، لما فرعون قال لموسى انا هجيب الصحراء كلهم ووريني انت ساحر ولا على حق. في مثل هذا اليوم دخل الصحراء، تخيلوا يا جماعه شعب مصر كله اتلم في اليوم ده، جمم امم والهتافات رهيبه واليفط متعلقه نصر لفرعون وللصحراء، ويدخل فرعون يقعد على العرش الناس كلها تصرخ، ويدخل الصحراء عمالقه السحر في العالم، يدخلوا الناس كلها تصرخ
ويدخل الناس ويدخل فرعون وبعد كده يطلع الصحراء يطلع موسى لوحده وفي ناس واقفه في النص خلاص ضاعت انتهت بالحسابات الدنيوية. موسى خلاص بالحسابات الدنيوية ما عادش ينفع، بالحسابات الدنيوية كل حاجة راحت، الحق مش هيقوم تاني. يقف الصحراء يترسم قدام موسى، يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، كله سيان عندنا. قال بل ألقوا، ارموا القصائف بتاعتكم، ارموا الصواريخ بتاعتكم، اقذفونا بالإف 16 من السماء، ارموا كل الأسلحة اللي أنتم بتجربوها في أجساد المسلمين، اقتلوا الأطفال واقتلوا النساء وازرعوا القذائف وازرعوا الألغام ودخلوا الدبابات وانزلوا بالهجوم البري. ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا عصيهم، سحروا أعين الناس واضطرهموهم. الناس كلها اترعبت، الناس كلها اتزعلت، ايه ده مش ممكن، خلاص موسى ضاع، الحق ضاع، القضية انتهت. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون. كل حاجة، كل الحق لما بينزل يا جماعة، السحرة كلهم وقعوا ساجدين، الناس حست ان في حاجة غريبة، بدأ يبص ايه ده، حصى موسى بتلقف التعابين كلها، ايه ده، ازاي ده حصل، ازاي ده يحصل، كان موقف رهيب. فرعون اتزلزل، الصحراء اتزلزلوا، قالوا لا ده مش موسى، ده ربنا، ده مش حد، ده مش سحر، ده حق، احنا مش بنحارب موسى، احنا مش بنحارب الله، احنا بنحارب اللي احنا تبنا الى الله. فرعون يقول لهم الفلوس اللي اتفقنا عليه، يقولوا له امنا برب العالمين، هقتلكم امنا برب العالمين، هقطعكم امنا برب العالمين. ابن كثير بيقول هزم يومها فرعون هزيمه لم يهزمها احد على وجه الارض، اتقطم ظهر فرعون. حدث في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم ايام سيدنا نوح، في يوم عاشوراء لما ربنا سبحانه وتعالى اذن بالطوفان، لما ربنا سبحانه وتعالى قال وقيل اركبوا فيه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، السفينه العظيمه اللي سيدنا نوح ركب فيها الناس، حدث في مثل هذا اليوم ان ربنا لما اذن بالطوفان اركبوا فيها، الناس ركبت اتباع موسى اتباع نوح والانس والجن والوحوش والدواب، قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. الموجة قد الجبل، تخيل انت ماشي في المحيط الاطلنطي الموجة قد الجبل، تعدي ازاي؟ ونادى نوح ابنا وكان في معزل يا بني اركب معنا، تعال يا ابني، تعال يا ابني اركب معانا. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، يا غبي تعال اركب، انقذ مصيرك، اركبوا يا جماعة، اركب يا امة محمد في سفينة النجاة، انضم يا امة محمد للسفينة الوحيدة اللي هتنجو في وسط الواقع ده. كل اللي راكبين الطيارات والبوارج والدبابات كل دول هيغرقوا، كل دول الطوفان هيجي يغرقهم، كل دول الطوفان هيجي يغرقهم من عند ربنا، ومش هينجى غير اولياء الله في ايام الله سبحانه وتعالى. اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا ابني انا بستغيث بيك، انا بستغيث بيك، الحق اركب مع السفينه. قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء، قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء. يا ابني ده ربنا مش الميه يا جماعه، ربنا احنا مستنيين فتحاته، مستنيين نصرته. كل الناس اللي بتتريق على اخواننا في غزه وعلى حماس وعلى المجاهدين بكره هيشوفوا، بكره هيشوفوا والله العظيم نصره ربنا سبحانه وتعالى ليهم. ينتهي الطوفان ويغرق كل الناس، لدرجه ان كانت في امراه كافره بتطلع مع ابنها على جبل والميه بتطلع وتطلع والميه بتطلع، لما لقت الميه طلعت على صدرها وتغرقها رفعت ابنها لفوق عشان ابنها ما يغرقش، غرقت. يا غبيه يا غبيه، دي مش الميه، دي ربنا، كنت ارفع ايدك وقول يا رب تبت اليك وكان الطوفان ما جاش عليكي، ولكن الغباء للنهايه. خلاص القضيه انتهت، تمشي السفينه ايام واسابيع وشهور، السفينه ماشيه يا جماعه، طب هنعمل ايه؟ طب هنعمل ايه؟ السفينه ماشيه، طب وبعدين؟ طب هنرسل على انهي ارض؟ ويامر الله يا ارض ابلعي ماء، يا سماء اطلعي، غيظ الماء واستوت على الجودي، استوت على الجودي. ابو هريره بيقول استوت سفينه نوح على الجودي في يوم عاشوراء، كان يوم نجات نوح ومنعه من الطوفان، فصام نوح هذا اليوم، سيدنا نوح صام هذا اليوم، والانس والجن والوحوش معاه، وسيدنا محمد صام هذا اليوم، وسيدنا موسى صام هذا اليوم. في البخاري ومسلم احنا في يوم من ايام الله، حدث في مثل هذا اليوم ان ربنا تاب على سيدنا ادم فيه، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. ازاي يا رب؟ ازاي سيدنا ادم لما نزل يا جماعه، سيدنا ادم كان عايش في الجنه منعم ومكرم، ما جربش عيشه الارض، اول يوم لادم على الارض كان يوم رهيب، الحر العرق التعب البرد الجوع، طب يعمل ايه؟ سيدنا ادم نزل من ادم رهيب كان متلهف على التوبه، فتلقى ادم من ربه كلمات بلهفه بيتلقاها بلهفه، كان في يوم عاشوراء. يا رب يا من شققت البحر في هذا اليوم لموسى، شق فيه واقسم فيه قصور ظهور بني اسرائيل يا رب في هذا اليوم، زور اليهود يا رب، يا رب يا من نجيت نوح من الطوفان في هذا اليوم، نجي اخواننا في غزه يا رب، يا رب يا من تبت فيه على ادم، تب في هذا اليوم على الامه كلها يا رب، يا رب في مثل هذا اليوم
في مثل هذا اليوم رفع الله العذاب عن قوم يونس يا جماعه، في مثل هذا اليوم احنا يا جماعه انا مش عارف اتكلم عن ايه واسيب ايه. انا حاسس ان يوم عاشوراء ده يوم ابهاري للامه، يوم رهيب للامه، يوم عظيم من ايام الامه العظيمه يا جماعه. اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى، اليوم اللي كشف فيه العذاب عن قوم يونس بعد ما العذاب بقى قدامهم، تابوا الى الله وتضرعوا فكشف عنهم العذاب. لو اللي بيحصل من اليهود في غزه ده عذاب جاي علينا وبذنوبنا، طب ما لو تبنا يكشف عنا، ما لو تبنا يرفع عنا. ايام الله زلازل بتجلد القلوب الصالحين بمدى المشاعر الرهيبة الإيمانية اللي بتعرفك في هذه الأيام قد إيه الله قدير، قد إيه الله عظيم. يا جماعة درس الليلة محوره الأمل في الله، محوره. إحنا الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله في خلال دقيقتين هنتكلم مع إخواننا في غزة، زي ما قلت لكم امبارح إن إحنا نتصل على إخواننا في غزة بإذن الله. إحنا هنبدأ في التوصيات ونتكلم مع إخواننا في غزة بإذن الله سبحانه وتعالى، نتصل بحد منهم نشوف أحوالهم إيه إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. إخواننا في الكنترول يا ريت يحضروا بس المكالمة مع حد من إخواننا في غزة، يشوفوا يتصلوا برقم من أرقام إخواننا في غزة بإذن الله، نشوف أحوالهم، نطمن عليهم، نقول لهم ربنا ينصركم. من صفات فرسان الأقصى يا جماعة الأمل في الله، من صفات فرسان الأقصى الأمل، إن هم ما بيفقدوش الأمل. الناس اللي وقعت تحت صخرة الدويقة في أول رمضان، الشعب كله وقف يائس لما الثلاثة اتحبسوا في الصخرة في الجبل في حصار أشد من حصار غزة دلوقتي، جبل لا في معابر ولا حدود ولا أنفاق ولا حد هيهرب لهم أكل ولا أي حاجة، لكن كانوا مع ربنا، فربنا كان معهم فكان عندهم أمل، فقالوا يا رب وربنا كشف الصخرة. يعني عايز أقول إن الأمل، الأمل يا جماعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في قمة السودان الأزمة لما مكة طردته وبعد كده راح الطائف طردوه، وقف في النص مش عارف يعمل إيه، مطرود من القريب والغريب زي غزة دلوقتي، لا القريب معاها ولا العرب معاها ولا الغرب معاها، مطرود يعمل ايه؟ ينزل ملك الجبال يقول لك يقول له اطبق لك عليهم الجبال انسفهم. سيدنا نوح عمل ايه يا جماعه؟ سيدنا محمد عمل ايه؟ كان ممكن في لحظه يأس، لو كان اليأس تسرب الى قلبه يقول خلاص ضاعت انتهت اطبق عليهم، ولكن سيدنا محمد عنده امل، قال له لا، ممكن الجيل الجاي، لو الجيل ده راح الجيل الجاي عسى ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله، ويخرج من صلب العاص بن وائل الكافر عمرو بن العاص اللي فتح مصر، ويخرج من صلب الوليد بن المغيرة الملعون خالد بن الوليد اللي فتح العالم، ويخرج من صلب عقبة بن ابي معيط الجاحد الكافر، ام كلثوم بنت عقبة اللي نزل فيها صورة كاملة من صور القرآن، صورة الممتحنة. يا اخواني في الله، يا اخوان الامل يا جماعه، الامل، الامل في الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم قال لقومه اي الفريقين احق بالامن؟ اي الفريقين؟ لو في اتصال يا جماعه مع اخواننا في غزه الله يخليكم قبل ان نغادر هذه الحلقه، اي الفريقين احق بالامن؟ اي الفريقين؟ يعني ال 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 الوقت اليهود ولا غزه؟ اليهود ولا المسلمين؟ اليهود ولا التيار الاسلامي هو اللي احق بالامن دلوقتي؟ احنا اللي احق بالامن، احنا اللي احق بالنصره طول ما احنا مع ربنا سبحانه وتعالى. اليوم بتاع عاشوراء اليوم اللي كله فتوحات من الله سبحانه وتعالى، الشعب يقعدوا يلطموا فيه، الضلال بيوصل الناس ليه، يوم من ايام الله العظيمه يقعدوا يلطموا فيه ويشوهوا صوره الاسلام في العالم. التوصيات اللي احنا وصلنا ليها باذن الله سبحانه وتعالى ان يوم عاشوراء بكره ان شاء الله صيامه بيكفر سنه ماضيه من الذنوب. تخيل انك تيجي يوم القيامه سنه كامله مفيش فيها ذنوب، صحيفه سنه كامله مفيش فيها ذنوب. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول عاشوراء يوم من ايام الله، فمن شاء صام ومن شاء ترك. انت حر، هتضيعه ضيعه، بس ده يوم من ايام الله سبحانه وتعالى. يوم بكره يوم فتوحات يا جماعه، عايزين ان شاء الله الدعاء، الدعاء الدعاء طول اليوم واخر اليوم ان شاء الله وقبل المغرب وساعه الفطار وطول ما انت صايم، عايزين دعاء عظيم لله الملك الجليل سبحانه وتعالى. عايزين ان شاء الله باذن الله احنا في شهر الله المحرم زي يوم الله كده، يوم عاشوراء شهر الله، عايزين ان شاء الله افضل الصيام صوم المحرم نكتر منه باذن الله سبحانه وتعالى. امبارح اديتكم الكود بتاع اخواننا في غزه، امبارح اديتكم الكود بتاعه، واللي اتصلوا يعني سبحان العظيم منهم ناس انهاروا في البكاء لما سمعوا واحده من غزه بتقول له الحقونا انتوا فين يا مسلمين؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا سايبيننا كده ليه؟ انا اتصلت بواحده في غزه بتقول انتوا سايبيننا ازاي؟ انتوا مش عارفين اللي احنا في، مش شايفين اللي بيحصل لنا على الشاشات ولا ايه؟ مكالمات تقطع القلب والله يا جماعه، مكالمات. الكود ده افكركم بيه تاني للي عايز يتصل باخوانه في غزه، الكود 009 70 009 70 599. الكود 009 70 599، وبعد كده تقوم ضارب اي 6 ارقام باذن الله سبحانه وتعالى. يعني الثلاثة والصخرة لما اتقفلت عليهم الصخرة قالوا يا رب يا اهل غزة ما تقولوش يا امم المتحدة، ما تقولوش يا مجلس امن، ما تقولوش يا كذا يا كذا يا كذا، قولوا يا رب،
قولوا يا رب. واحنا كمان يا جماعه نعمل زي الثلاثة والصخرة لما اتقفل عليهم الصخرة وقالوا يا رب، وكل واحد توجه بعمل صالح، انا عايز كل واحد مننا يصلي الليلة ركعتين لأهل غزة، ركعتين، وبعد الركعتين او في السجود يقول يا رب بتوسل اليك بعمل صالح عملته، ويذكر عمل من الاعمال الصالحة. يا رب نجي اخواننا في غزة زي الثلاثة والصخرة، الامة كلها تبقى زي الثلاثة والصخرة، ربنا يزيح صخرة اليهود عنا باذن الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى يتوب علينا جميعا، ربنا سبحانه وتعالى يصلحنا جميعا. عايزين نعرف يعني ايام الله يا جماعه، بكره يوم من ايام الله، عايزين نملا دعاء لعل ربنا القدير، لعل ربنا القدير يشفي قلوبنا بخبر من الاخبار اللي يعني تشفي غل قلوبنا على اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق اخواننا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا خذلاننا لهم يا رب، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم يا من شققت البحر لموسى اقسم ظهور اليهود، اللهم يا من اظهرت موسى على فرعون وعلى السحرة ونصرت انصر المجاهدين في غزة، اللهم يا من نجيت نوح في من الطوفان نجي اخواننا، نجي اخواننا من الحصار والقصف في غزة، اللهم انصر الامة، اللهم يا من تبت على ادم، ويا من كشفت العذاب، ويا من كشفت العذاب عن قوم نوح، اكشف عنا مقتك وغضبك يا رب، ارفع عنا عقوبة ذنوبنا يا رب، وتب علينا جميعا يا رب. اللهم يا من بشرت يعقوب بنجاة يوسف فيك اليوم العظيم، أبشرنا بكل خير عن إخواننا يا رب، أسمعنا كل خير عن إخواننا يا رب، يا رب انصرهم واشفي صدور قوم مؤمنين، اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم فتحك، اللهم نصرك، اللهم نصرك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا أهل غزة.